الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليالكسر دوادا مؤتمر كي سديدات أي سوق من قابيين مركز توفيق إسلامي سنتر مانتا وأهمالنتي سدحاد محاضرة ومدي سدحاد عوانك محاضرة وقيبتي لبات تتاركا وحينوسو جين دونا شيخنا شيخ مصطفى إسماعيل، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن درس كهرة وحنكو صوت المامني الدولة الخوارزمية هي تتارك دقالدي دحمري وحن صوت المامنيين دولة دع أي دنتي مدحوين هادينا وبحصدي كدبنا وكو جيريو دي جزيرة دي راكو دحتالة بحر غزوين بحين صام الري مقالو ينكي بارقة حقاية ووينة سيبا بخارة يا سمرقند يا وحي كاق ددوا وتتاركو أي قعانتا مريين وحين هذا يسكت ديدنا بل سلا سنة كاسي لح بقول يتدوي تبان كي هجرية دا ورنتي أها سنة كي وجو عجب بدنا لين تا مسلمين تا مرك الله يقو تاريخها هور إن إنه دول مرة عبار دولة دي أو بلا مضحة مقالوا ينكي أو عيدا ما دي شبان إيو جنكيز خان وحا وكيالي دولة تان لبدا قبل وقوة وينا وحيا هايين قبل كالايدا دا خراسان إيا قبل كالايدا دا فارس أما أنا دا قبل كالايدا خراسان فارس وأوصان نغون دونا إيا قبل كخوارزم خراسان وقبل كويا له وقوي أفغانستان إيا بريغا إيران انتا صلى الله يسكت دره أي تاريخ دي مسلمين تهري لو يغاني خراسان وحكويا اللي مقالوين ووين عانة أي كم إذا هيد بلخ أي كم إذا هيد مروة أي كم إذا هيد نيسابور أي كم إذا هيد هرات ومقالوين انت بدنا مغشان فلان النيسابوري إمام مسلم وكله أما فلان المروزي ورير مروة أما البلخي magaalooyinkaas waxay ahayd magaalooyin waaweyn oo muslimiinta dhulkay deganaayeena ilaa laga soo gaadho Ghazna. Dawladda Ghaznawiya dhulkay joogi jirtay Ghazna waa Kabul hoosteeda ilaa 150 kilometer ba ka hooseysa. Khawarzamna waa magaaladii Samarqand ee aan sheegaynay bay bari ka sii xigtaa iyadu markaa ama aan idhaahdo galbeed waqooyi bay ka xigtaa. Galbeed waqooyi ayay Samarqand ka xigtaa. وحانا مرا وبيجا جيحون لو يغانو او بركاسي هادا دح مرا لبنان دولدو دي اوزبكستان يا تركمانستان لاي دادو جنكيز خان وحكو تلقالي انو بلشدا مدح دي دون تاي بركو هوري بقا قليو سيان عيدنا با وغو هوري منين دبتانا صدح كو حوض او عيدما دي سكاترسان ايو كلا ديري صدح دا كو حوض كو حوحو ديري إقليم كلا يغنى فرغانة فرغانة وقبل كوجو حقة تشاينا مركزي دولة الدولة الخوارزمية دورية تبن دولة دو إمي كتشرة أيا لسكو أورين شري دان كان جاينا حدود كلا لهيد دان كان العراق بي حدود كلا لهيد دان كان صار قوقاز أوردن بي هيستي دان كهوسنا إلا سند بي شوكتي وبيجا سند مرة وباكستان وبيجا دح مرة
باكستان قيبتي ده كونفريدا كرمان لا يدهدي وها صور من الدولة ما كترسن مركا والدولة ادو بلارن سي هدا وحن جوغنا قيبتي دي ساري او اه دولكي بورليدا ها دولكي برواقدا بدنا دولكي دولة كو خوق بدنيت قيبتا ساري مركا اينو جوغنو كوخدا كواد وحو ديري مغالدا لا يدهدو فرغانا فرغانا وازبكستان بكو تالا ومغالوينكا مركا ايديا اوترار با اوغو خيغي دنكا تشاينا شام بقولو كيلومتر با مركا بري لوغا كعيا سمرقندا او ماشي ومركا او جوغو دوقي جنكس خانها كوخ لبادنا وحو ديري مغالدا ترمد امام الترمذي ترمد 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 انت با واي واخريان امام الترمذي مغالدو كيمي ويان صاحب السنن كا ودن كان هذا أوزبكستان لا يدعي كتالا وحو كلاو ديري يدو بغل كيلومتر وقوري كونفور كسو حكتا سمرقند دمر كاينو تشوغنو وحو كلاو ديري كوح كلا او قلعاد وين او كلاب اللورن شري او قلعاد هي قوة وين نهر جوحون كي يالايا سدح دا فرقادات بو ديري سدح دا ميلود بو كلا ديري سدح دا ميلود با دادكي كون نولا وشعب دولكا لالا سيمي رجي ولا لايي دومركي ولا دون صدي عرورتي كذلك وحكستو او كتشري وترترا وكا اوتل ماما يو ان رواة التاريخ ذن كم مدبا وحلي وحيد ادم بيقول ان التتار لا يرتوون الا بالدماء ولا يسعدون الا بالخراب والتدمير وانهم لا يهزمون بيداده تتاركو كما هرات بيلان ديغ مويان وديغ يعبو وحي كلو كسيفينين ليبان تي فرحد يا براده هي سريدد يا برواقده وحي غادان مركا امد لهلاغه لا ترتيرو يعني واتشوكو وعيارتو ده يا فرحو ده يا ريرينتو ده يا سريدد يا برواقدو ده وحي هلايان مركا اي دتر تيران كصدحات وحي دادن واعيدنا لتشبين ما حد ما لينسا شعب رساله د لغارسين يا اي نوعا تهي دوله ديدي سرنا اي دنتي جنك قصاز عيد مديسي مركا وحي سو غلين مركو صدح لا مغالو سو بابيين ددكي لو ودا بقا غليي ايا وحا لو سو كعي افغانستان وقويغيدا ودولكان طاجي غدغان وحال لسوق قبطي مقالة الليلة هذا بلخ بلخ مركا إمادين وحان هر الله أرك باي سمايين لكن دم باي كالهاي رير بلخ واي وصوب بحين وحي كدل بدين أمان مقالة هنا إن بتقلية خصوق قلان دات كان أي بنا بتقلية سيان لنو قلية هاي إن دولة دا دولة دا تتاركو ماشا صوق شو أمان كيبو سي دابا تنور دافا وحتك مقالة كالو وغويغا أفغانستان كو تالا أو طالقان ليلة هذا طالقان يدا مركي وتجي وارنول قال عدوى وين له حصون تربى ضن له دبا تنوي استفاعين دور بلود بو قدو منكو هيي دور بلود كدب والا تشب صدي وحين رك شيغن شري وو قماضي دمر كي عرورتينا فرسا ما دي سيبكو استعماله وصار دافي وحي من مقال الله يقانو مروى مروى مركي وصو قالي ومقالة وين مروى وتركمانستان كتالة بلخطة إنو مركا شيغي إنو عهد قسية فر بقولي يكونتون كيلومتر أي قلبيت كحكتة مقالة دا صو قالي مقالة دا مركي وكسو سعودي رير بلخ وصو مري قولة ديو أمان كسية وحدي دي كأمان باني دي سية لكن بشرط وإلا دقال قليسان وإن وددو لينا مروى نكو وددو لينا مركا أمان كي نصاصو كسوك مياه dadkii waa iska baqeen waa aqbaleen ناحد الكتاب راغب السرجاني باو حلي رير بلخ مركزته مسلم كلا شبينا يوم سيدن باي ودغ مجرين بلخ وما شيء من كنا حالا إذا دا لما ميلود عصر كنا إنو نول لحي قال دا عاويي أيا أها تاريخ دي تتار كنا لما دي كوحو دا عاويي قالوا وكردي دا وغوي العراق دكته
أنت تارك ويسوع عاوية أنت قال كي بغداد يدور كل لغة بسرية رواي كسر غيب قالين وين هو إيمان دونا قال أنا وهو غيق أفغانستان قال هذا شوكته لما تقول له هذا مريكا كسوع عاوية يا تارك مركان عاوية وحلا إذا هذا رر بلخ واحد راعين تاركي دقال كي لقالين عيدن بلارن أو هو قامين يا جنكس خان ويل ودلي أيام مروة صغبتي رير مرويه waxay go'aansadeen inaanay sidiibin dirirna inay galaan dadkoodii bay mobilize kareeyeen 200 kun dad gaadhaya oo ciidan ay ka dhigeen bay dabada ugu soo saareen ninkan aan dabada isku haleel la yiri dabada muddo la istilay dagaalkii cabaar buu socday muslimiintu waa sabreen tatarkina waa sabreen walla isugu maaday akhiran ولا تشبيه غلط المسلمين تاعي وهي نفسيات كدتك المسلمين تاعو حابك وترد تتاركا وجيش الاحمر كي يورجرين ليس مهرتاغو ليس مهرتاغين واتشبه وقع الرهيب بعد عي مسلمين تي لبدا بقول كنا ها انتو دي غبد نيد ولا لايي باقي غينا محابس نما لوقف صدي ان يرمو يعني كدبنا مغالدي مروال لورن شري ايا الله قودوميي حصار لغو سمييي افر مال مود مركي قودونا حيد ايو انا جسك انا جنكس خان وراقو قري ننكي قائد كمغالدا كاها وحولي ينيو وحي داعي داعي هدا ان نبت قليك على صحيحانو وحانا دنسينا يا مغالدي نتن امان بشرط امان كان كسينا يو وحن ربينا إنه كلا صحيح حنا أتصاب بحضو أي نوضع هذا الله نكى مقالة بده حدا كاها رنكى هو أقبلي مردي مقالة لقى جورو يا عين كنا أمان لبحنا يو دقال كينا وكو قدادي هاي وصاب حي وويمي مركي ويمي إن جنكس خامو حفري إن سد بقرة الله سود ويه وحل سمييي سود وين وين حفلة بالله سمييي نكى مده حدا هبا ماشي يمي والله احترامي والله ماموسي كدي من وحده وحا ان ربا هشيس كاي نو دغل انه ان ددكاغي وا وين انا كالا قيب غلان اسلام مركانا دي دولت وين بانو هادا نهاي او دولكي كاتالينيسه ان انو ددكي مغالدا اما دوقيدا ها اما دولت سراكيشيدي سرا اما وحا كان وحي نو شقين كاري دي شقا قبان كارنا ان انو دورانو هشيس كا ودا غلو ايان دونينا مركا adiga waa ku soo dhaweynay noqo duqeydii iyo waayeelkii magaalada nookeen dib u laabtay wuxuu u yeedhay dadkii madaxda ahaa dadkii isaga kaaga dhadhawaa dadkii waayo wuxuu ballan qaaday inuu dhul siin doono inuu maamulka ka qayb gelin doono inay dad la isfahmo noqon doonaan ninkii magaalada madaxda ka ahaa marwo dib u dadkii ugu laabtay wuxuu keenay wixii magac iyo maamus ku lahaa magaalada markii uu dadkii soo ururiyay oo soo dhaweyntii loo sameeyay meeshii yimaadeen ina Jenkins Khan wuxuu amar ku bixiyay dhammaantood in la xiro dhammaantood xadhigga loo jiiday dabeetana wuxuu yidhi laba su'aalood oo qudhaar idan ka rabaa magaalada wixii maalqabeena liiskooda qora wixii farsamo yaqaan ee technician xirfadiyahan ee sannaaciinana liiskooda ay sameeyaan waxa loo qoray magaalada wixii dad wax haysta degana ee maal qabeenaha waxa kale oo loo qoray magaalada wixii joogay farsamo yaqaan intaas markay dhacday magaalada madaxdeedina la hayo askarteedina hore loo soo laayay wixii magaalada laga soo baxo dadko dhan ha loo yeedo dadko dhan baa la isugu yeedhay markii ummado dhan la isugu yeedhay buu kursi dahab meel loo dhigay weena Jenkins Khan halkii buu fuulay awaamirtan soo rogaya buu yidhi hadda amarka koowaad wax allaaliya wixii madaxa shacabka hortiisa ha lagu bireeyo buu yiri wixii madaxa ahaay oo dhan dhagta dhiigga loo daray waa la gowracay intaa kadib buu wuxuu yidhi wax allaaliya wixii farsamo yaqaan ah qaraqoram ha loo diro qaraqoram waa caasimadii mongoliya markaasi iyo tatarka looga talinayay caalam alislaam iyagaa technologyga dunida markan hogaaminaya iyagaa farsamada looga dambeeya waxa allaaliyo
ودغالكي لباد جيرماني مركي لي جبيي وخي لغو سمييي وحلاليه وخي وحقون اهانا وخي يده هل ديرو فرسمه غرانيه وخا لو ديراي قرقورن با لو ديراي وخا سو هاداي وخي مال قبينا وخي مال قنيبنا بو يري ايغا وين لا تورشر غريا الا انتي كعدينيان وخي خسند مغالدان تالاي ميش اي تالو وخي تاجر اهانا وخا لغو غوراي قرع الله دريه تمستا واحي ادوني هيين يانا واشيغي مقالة دبو يدي عيدان كو حقالو وحي وحفي عن ثمينة شاي قيمة لي يالا العق يالا دهب يالا وح قرح لي يالا وحاسو دين مقالة ده اللقا صغورة بو يدي عيدان كي مقالة ده يقالين وحي وح قيمة يالا يوردن بل صغورة صدح مال مود أيال لقرية مقالة وحية الله أسكرت شقك لهينين وحي مقالة أن نفل أيال إن لا أروري صدح مال مود بل قرية بلدا حتى قريتان كوحو قاري بيدا هدان بقر هرا بقر رضي مسلمين تكمدو سنجر لورن شري أيو يدي حباشي سهل قضاء سنة دهب يوحن بملاك شري حتى بقر كي سنجر لورن شري حباشي سوال قضاء إياد الله بادي دون أيو وحون إن لهلي كره intaas markii ay dhacday ee magaalada wixii hantiya leeyra la qaatay ayuu amarkii kama dambeystaha bixiyay wuxuu yiri magaaladani way ina la dagaalantay ciidan baan ay ugu soo saartay wa maanta laga bilaabo halalaayo dhamaantood wuxuu soo ragay qaanun labaad oo ah dadka magaalada jooga oo dhan in la laayo magaalada dhamaanteed baa la dilay baa la leeyahay ibn al-athir في كتابه الكامل وحليه هي ان جنكس خان وحا امر كو بخي ماركي ددك لا ودا لايه ان ميدك لو تريه بو يري دبتنا ميدك با لا سو تريه تردي ميدك وحو نوقدي بو يري 700000 غوب قره لا ودا دغاي 700 كن او قف وهل مقاله دغن يعني واحد كفكرتا عواصمتي دنيد دولكاس اي هان جيرتي واغا ميلها اوو بدن بني ادم دغا اي هان جيرتي todoba boqol oo kun oo qof ba madax laga jaray magaaladiina buulay marwo loodan jiray ixtafa dhikruha min at-taariikh buulay warkeedu taariikhda halkaas uu kaga baxay inta markay ay sameeyeen bay ka dhaqaajiyeen waxa la qabtay magaalo la yiraahdo Nisaabur Nisaabur iyana waa magaalo weyn oo Khuraasan gobolkaasi ka mid ah waxay ku dhacdaa wadankan hadda Iran la yiraahdo in waqooyi barigiisa bay ku taalay Nisaabur markii uu yimi reer Nisaabur iyana way isku dayeen inay isdifaacaan shan maalmood ayuu go'doomiyay go'doonka shanta maalmood markii uu dhacay oo xisaar lagu hayay oo dadkii baqeen oo naftii isugu timi oo wararkii Marwa iyo Samarqanda iyo Bukhara iyo Talq iyo wixii uu magaalo soo baabiyay warkoodii la hayo dadka waxaad moodaa intaan laba soo gaadhin inay geeri baqayaan yaani baqdin daraadeed inay geeriyoonayaan ayuu akhiran magaaladii furtay dabeetana wuxuu yidhi magaalada dadka ku jira oo dhan dabeedaha loo soo saaro meel saxaraha la isugu soo saaro magaalada markii dadkii ku jira oo dhan dabeeda loo soo saaray ayaa waxay sheegayaan in Genghis Khan baa loo tago wax la yidhi magaaladii hore aynu laynay dadkii badhunba seeftu ku dhacday iyagoo aan dhimanin laga dareeray dadku may wada dhimanin dadkan waa dad raba inaan qof noolaanin al-muwaffaq al-baghdadi taariikhiyahan kaasi wuxuu lahaa lama arag buu yidhi dad u soo baxay inay wax tirtiraan la arag buu yidhi dad intay dal qabsadaan raba inay xukumaan markaas buu yidhi tataarku mulki iyo waxbaba may doonin inay wax tirtiraan umay rabeen waxaa loo sheegay magaaladii hore ay tirtireen 700,000 lagu dilay dadkii wax nolol uun ku sugnaa inay jiraan wuxuu yidhi magaalada tan dabada hal isugu soo saaro kadibna wuxuu amar ku bixiyay magaaladan si aan u hubiyo dadkeedu inay dhinteen dilku waxa weeyaan buu yidhi qof kasta waa in madaxa la gooyaa qaar kasta madaxa iyo inta kale way kala baxdaa dadka madaxa laga wada jaro si loo xaqiijiyo qofku inuu dhintay culamada taariikh waxay yidhaahdaan magaalada tanna bil istithnaa
iyadan waxba laga reebin ayaa ragoodii madaxa laga jaray wixii dumar ahaana la kaxaystay 15 maalmood baana magaalada baaritaan lagu waday oo dahab iyo lacag iyo xoolo laga raadcaynayay nisaaburna waxay ka tageen baa la yidhaahdaa atharan bacda cayn raad iyadoo ah meeshii magaalada ahaan jirtay iyona saasaa lagaga tegey haraat magaalo la yidhaahdu soo galay haddana afghanistan waqooyigeeda ku taalla ibnu jenkis khan waxba ayaan taariikh balbalaadhin sidoo kuwii hore u galayana uu ka takhallus magaaladan markii la leynaya nin boqora haystay oo la odhan jiray malik khan boqorkiina waxoogaa yaroo ciidankiisa ka mid u qaatay casriga waxay caan ku ahaayeen boqoradu ibixiya u bixi intay yidhaahdaan wuxuu kaxaysan karaa intuu kaxaystay inuu taw yidhaahdo waaw in ciidan uu kaxaystay dabeetana meeshii buu ka baxsaday magaalo bilaa ciidan u soo galay kadibna wuu tirtiray khuraasaan 617 hijriyada sanadkaa gudihiisa ayaa dhammaanteed la tirtiray culamaa taariikh waxay leeyihiin min acjab alumuuri alatii marat bilardi iطlaaqan weeyaan bay dhahaan lama arag khuraasaan bay dhaahdeen oo dhammaystiran sanad gudihii waqtiga yare intaa leeg in sidaa loo galo taariikhda hore iyo dibtoona looguma arag khuraasaan markuu hubiyey inuu tirtiray ayuu ka tallaabay gobolkii boqortooyadu ay degenayd khawarzam alkhawarzami buu ahaa boqortooyadii iyo dowladda oo dhammay gobolkaas dowladda laga xukumi jiray ayuu u waacday gobolka kani wuxuu u dhexeeyaa usbekistan iyo turkmanistan labadaa dal dhexdooda buu ku yaallaa waxaa mara webiga jixon la yidhaahdo khawarzam waa magaalo gani ah xagga dhaqaalaha istraatiiji ah oo meel khatara ku taalla population aada u tiro badani degan yahay boqortooyadii waddankan maamuli jirtay dhulka dadkoodii degan yahay ah kadib maadaama ay taliskii meeshu ay ahaan jirtay ah jenkis khan wuxuu u diray ciidamadiisii ugu tiro badnaa khawarzam wuxuu kaga xisaabtamayaa maadaama dad badanina degan yahay dagaal la xoogani inay la kulmaan ficlan way isku dayeen gobolkan dadkii degi jiray iyo magaalada tan inay isdifaacaan 5 bilood ayay qaadatay inuu xisaar ku hayo go'doomin 5 bilood wuu furan kari waayey ciidankii tataarka waa u suurtogeli weyday inuu dabeetana waa la soo kordhiyey ciidankii tataarka mar labaad ayaa la tiro badiyey ugu dambayntii waxay ku guulaysteen tataarku derbiga qayb ka mid ah aswaar baa magaalooyinkii qadiimka ah ku wareegsanaan jiray derbi difaac laga galo derbigii qayb ka mida buu dumiyey dabeetana wuu soo galeen dagaal baa bilaabmay dagaal aada u halisaa qabsaday labada kooxoodba waxaa la yidhaahaa tiro aada u badan baa ka halaagsantay yacni dad aada u tiro badan waa la ysku madhay markuu arkay jenkis khan ciidamadiisa inuu khatar ku jiro ayuu haddana madad kale u soo diray ciidan saddexaad baa yimi oo tataarka ah laakiin magaaladan yare miskiinta iyada cidi uma maqna waayo muslimku qolo waliba tuula gaarabaa naftu kaga baxday wixii isku xidhi jirayna waa tii la waayey oo boqorkii baxsaday magaaladii waxay isku dayday inay dagaal ku jirtaba akhiiran waa la jebiyey dabeetana dadkii wax dhuunta wax godgala wax baxsada waxba sibay yeeleen baadhitaankaaba inugu tiro badanayaba yidhaahdeen maxaynu samaynaa magaaladan wuxuu go'aamiyey magaalada waxay leedahay dhaam aada u weyn oo webigan biyaa uu ku shubo oo sad dheer derbi dheer uu magaalada ka xigo wuxuu yidhi magaaladan waa inugu rabshad badatayee sadka ha la dumiyo derbigaa la dumiyey dhaamkii magaalada ku yaallay baa lagu faruuray khawarzam webiga jiixoon baa lagu daray ilaa hadda webiga jiixoon bay ka mid tahay magaalada gebigeediiba wuxuu raaciyey webiga ayuu ku daray dadka intii baxsatee god gashay iyo meel gashay iyo guri ku dhuumatay iyo kan ku dhuumatay waxaa la raaciyey daadka waxay dhahdaan taariikhda lama hayo wax la mid ah qowmu nuux mooyaane qowmu nuux sidii alle u qarqiyey badda ugu daray ayaa magaalada tan iyo dadkii joogay dhammaantood badda lagu daray waxa aan ka warramayo dhammi waa sanad gudihii waa 617 hijriyada
خوارزمنا ساس بو كغا تخلص وحا مركا او تطاركو غعانتا كو ديغي خراسان اي خوارزم ودن كي لورن جيري ابا الدوله الخوارزميه وحان ولي غعانتا تطارك غلين كونفورتي دولته كونفورت الدولته وحا ويان كابول لغا سو بلابو الى اي باكستان إما كوانتي سرقة وقازيين تيو إيران دين عيدا بريا إنتا سرين تقبص داي وحان وليق عن الدولة تطارك قالين مركا الدولة دي خوارزميين تلورين شري كونفورت دي كونفورت دا وحا هايستا بغر كاين انكيسي جلال الدين نين ليدا دو إنا مدي سر رونا كمي دا أيا مدحكا هاتا موحو النغضي الزعيم الشرعي للدولة مدح دا قولة يدي الاعتراف سنية ودكي وليه هاي وحو يسكو دايي inu ciidamo urursado dhulka intan marka la isugu soo baxay la isugu imaanaya waa dhul adag waa dhulka afghanistan loo yaqaan maanta waa dhul buuraley waa dhul aan farduhu si fudud u galin waa dhul aan taariikhda hore dadka degan loo jibin jirin waa dhul dadka dagaayeen dad dagaaliyahana waa dhul dadka dagaa dad xamaasa iimaaniya leh oo wax iska dhiciya waa dhul dadka dagaa inta badan aanay aqoonin gumeysiga waxa loo yaqaan سادرادد عيدن بو اورورسداي او سميسان ايو جنكيز خان او سميسان ايو جلال الدين ابن محمد من خوارزم شاه او ربوينو اسكا دفاع تتاركي ماركي او عيدن كاسي اورورسداي وحا او مدخا مغالا لا يداه غزنه غزنه بوليو كونتون كيلومتر باي كونفور كابول كخيكتا هلكاس او دغن يحي او مدخ او كدغتاي ان عاصمه او كدغت جنكيز خان مركو مغلي عيدن باهل كاسكو ورصدي عيدن تربضنا يوم مغالدة غزنا وصدر يانا ورر كالوقو قادو ماشي وحا كالو يمي عيدما اتراكا او وطه نين ليلة دا سيف الدين بغراق او دقالية هنا هانشري نين دقالة دا ادو عانا هانشري قايدنا اها او صدن كونو عيدنا وطايا صوغالي اسنو حكو بيري جلال الدين عيدن كيسي waxa kale meesha yimi lixdareeyo kun oo magaalooyinkii la tirtiray ciidamadii firdhadka ku soo baxsaday oo yana koonfurta soo galay lixdareeyada kunna way timi idan jalaaluddin ciidankiisii uu urursaday 30 kun oo wato ninka la yiraahdo Saifuddin Baqraq lixdareeyo kun oo baxsigiya intaas buu isku ururiyay dabeetana waxa la galay difaac adag waxa kale yimi boqorkiisna haraad ka soo qararay ee malik khan loodan jiray oo isna in guuta wata ayaa isna soo galay waxa meeshii isku urursaday ciidamo badan oo muslimiintu leeyeen wax soo jabay iyo wax soo madad ku yimi iyo wax meesha si joogayba ciidamo kumaan kum gaaray marka kanba isugu yimi oo waliba firqada turkiga ahi atrakta ahi ay yihiin niman well trained ah askar rasmi ah oo wato نين دغاليه هنا ولا يقانا او يعني تخطيط كدغال سيفي عن وحوكا قرنية عيدان كي وحالا قرتي مركا جنكس خان يا عيدا مديسا ان لوغو بحردو الاستراتيجيا ان مغالا دا لسكو هليلين وحو بحي مغالا بلق الله يدهدو ومنطقة وعر بيدهدان آدو دغح بدن بورالية فردوها انا يفضوضين ان يسيفي عن وغا دغال قلي كران عيدان كان فردا هادو ديريو فودود او بلا كوره لوغو فولو او دغالي هنا بو تا جنكيز خان يا عيد مديسو ماركا دولان فردوه كو فيينين ايي او دغين دغال با ماشي كدعي عيدان كي مسلمين تي عيدان كي او جنكيز خان وتي اسغا كسوداي ايا اسهاليلي مسلمين تو حي غالين دغال من تدني ما اها او اركيان ان وحبا او هارين إذن حماسة داي مسلمين تو حماسة دو دين مركا أركان إسكو سو أورورين منطقة داي كودة قال لما يين أردول استراتيجي آهي تيرادا أو مركا كان آدو بادن نين كان عيدن كواتي سيف الدين بغرق أو كالسوني داتكا كو أبوري عيدن كيسان ملترية واتو عيدن خطرة إيو نين كي مركا كان ودن كاقايبتي سو هرداي مدحوينة كاها وقو آن صدينو دقال قالو أو إسنا سفرة كوچيرة boqoradi hore way yaa laakiin kan waa nin madax oo raba inuu dagaalka galo oo isna safka koowaad ku jira arrimahaas oo la isku daray
waxay keensatay in muslimiinta niyadu u dhisanto oo ay garan karaan inay wax iska dhiciyaan. Muddo markii la isjafayay dagaalku socday ayaa dagaalku adkaaday. Maalintii koowaad waa la isku madhay, waa la isku gobol dhacsaday. Maalin labaadii waa la isgalay, waa la isku madhay, waa la isku gobol dhacsaday. Maalin saddexaadii waa la isgalay, waa la isku madhay. Kadib baa Ilaahay u jabiyay nimankii gaaleen. Saddex maalmood markii la isayay kadib ayay gacanta sare yeesheen kooxdii muslimiinta ahay. Waa awal mara marka taariikhdii tataare hore ee koowaad ee la hayo la jabiyo. Dilkii baa ku tiro batay, baaqigoodii baa kala firdhaday. Meel kasta waa loo caymadiyey. Jenkis khaan oo magaaladii Talqaan jooga ayaa warku gaadhay la odhanayo ciidankaagii waa lagu hurgufay, idinkama noola. Runtii waxaa muuqday barakat ilijtimaac. دكا مسلمين تا هاداي سوطا غارو يوغي سنبت غاليان ويتا غالو دا غالا ناي شاباينين وحاكور نغضي معنويات كي مسلمين تا او جيش كتاتار كلامة شبية دي باب بين نغطي ننكي لورنش ري جلال الدين ابن محمد ابن خوارزم شاه بغر كان كون فرادة ودا غي هرار دالي كالسونا او غشاي عيدن كي سيو حار كي راقو حسكار دعين كارا راقو مانتا وطاين ايهين kadib Jenkis Khan buu waraaq u diray oo yidhi ma kugu hadhay dagaal baan diyaar u ahay. Haddii war hadhay waa dagaal. Jenkis Khan ciidan dambu soo ururiyey waa soo dagaal tagay. Mar labaad baa goobta Kaabul hadda la yidhaahdo laysku haleelay. Caasimadan hadda Afghanistan ee Kaabul la yidhaahdo ayaa dagaal labaad laysku haleelay. Dagaal adag buu noqday oo meesha ka dhacay. muddo markii la ishayeyna dagaal ka xoog badan bay dhaadaan kii Ghazna Balq agteeda meeshii reeda ka dhacay dagaal ka xoog badan buu noqday kan Afghanistan caasimadeedii ka dhacay Kaabul. Mar labaad waa ku cabeen nimankii tataarka ahaa waana ka xoog badiyeen. Waxay noqotay tataarkii in mar dambe la jabiyo. Laakiin mushkilad cusub baa soo ifbaxday. waxa soo baxay tataarkii waxaa laga helay qaniimo gayru caadi ah, waayo wixii dhul muslim lahaa oo dhan dee waa kuwii soo guray. Bukhaara, Samarqand, Naysaabuur, Marwa, Haraat, Balq, wixii magaalaba jirtay Talqaan waa kuwii soo gurtay. Ciidamadani waxay ku raraayeen xoolo aad u tiro badan leh. Markii la jabiyeyna waxaa laga qabsaday xoolo aad u tiro badan leh. ciidankii jalaal الدين watay xoolihii baa la isku qabtay. Sayfuddin Baqraq iyo ciidankiisi waxay yidhaahdeen dee dagaalka waanu ka qayb galnay, si fiicanna waa u dagaalanay, xoolaha barhkaygaana la siiyo. Malik Khaankii Haraad ka soo cararay isna dagaalka ka qayb galay, isna wuxuu yidhi xoolaha barhkaygaa la siiyo. Muslimiinta dhexdoodii waaba la murmurmay, murankiiba adkaaday, dagaal baaba dhacay, dhexdoodii baaba la iska dilay. Sayfuddin Baqraq nimay walaaliyiin oo ciidamada raggii hogaaminayay baa kow lagaga siiyey. muslimiintii waxbaa ku kala dhintay. markay halkaa marayso ayuu Sayfuddin ciidankiisii 30 kun ahayd dagaalyahankii uu watay ayuu ka haystay goobtiina iskaga tegey. waxa soo baxday fikraddii ah in dadku ciidanka hunguriga isku dilo. tu nabi Muxamed la calayhi salaatu wasalaam fa wallaahi mal faqra akhsha calaykum. ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu leeyey, faqri idinka biqi maayo, waxaanse idinka baqaa waa xoolo, inaad xoolo heshaan oo aad dabeetana ku loolantaan siday kuwii hore ugu loolaameen oo dabeetana ku halaagsantaan siday kuwii hore ugu halaagsameen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. xoolihii la ysku qabtay waxaan is leeyahay yurub maanta way islaami lahayd haddaan muslimiinta xoolo isku qaban. dagaalkii ugu dambeeyey muslimka lagu jabiyo ee ghazawaadkii muslimiinta ee Spain ka soo kacay, France gudaheeda Lyon dacalkeeda laga jabiyey, balaat shuhada sababtiisu maxay ahayd? iyagoo ku cabay gaaladii oo ka xoog badiyey oo garoonka haysta ayuunbaa qayla yeedhay odhan isa qariimooyin ay siteen oo ay gaalo hore ka soo furteen oo xagga dambe taallay. gaaladii xagga dambe ay ka wareegto qariimadii baa la gurtay. ciidankiiba intuu ka baxay
صفك كواد دقالك أو كجراي بدبو نقضي إلا يجا آخر كيلا ترتري غني ما يكون شبهن بلاط الشهداء فرانسيسكا جوديسا مسلمين تك شبكوا دي كواد دبلو عليا با غني ما يكون شبهن عبد الرحمن نكيلو نشري عيدك وقامينه كان غني ما يكون شبهن غني ما دي والله سكو قبطي واحد عاي سيف الدين عيدا كيسينو سكالب حي جلال الدين وحسكو ديي إنو قنعيه إن بدن بو كدب التقي إن بدن بو استعطاف صدي إن بدن بو بريي لكن كان ولالك إلا الدلي وابا وقر قرسمي ويدا وحاربا أن مدد بارد ينكو يمية إنا وحيدا كدعيه إذن ولالك إبا الدشين ونبو يسسوتاق وحكا لبوا مريوهين ويسكتقي سقي عيدا كيسي ماركو كابا حي عيدان كين يتشبا كسوك الرأي يجي يسقب قبصدي تقال دي حدودي كدعي مسلمين تيو برد نقطي ما يدعين لبدي قولو دي وويناي مسلمين تيو قادين إناي مدهو دا قوستان ما استثمارين كو سمعيان جنكس خان ماركا كان عيدان كيسي أيو صور رصدي إساقي باسو الدولي أول وحسو الدرية أبناؤه با عيدا مدن هو قامين أيه هذا الرأس الدولة المغولية عيدا وطاسو صعدة مسلم كينا وحي مريان محي إنا يجي سهيان معركة دي قوات كينا وكسو صعدة صفك مسلمين تخلخل باق قالي جلال الدين وحقو آن صدينا نسيدة تندقال كوغلين عيدا كيسي بوك حيستي وقوري سنة جنكس خان وكسو دبا قوري والله استبق قالي أرنتي أبيه كو دعضي وكالا دعضي مركة جلال الدين واسي قورا جنكس خان وكدب قورا لما عيدنا استبا صعدا كابل بال اسكليمي غزنا لسلا صعدا في جلال الدين جنكس خان مغالو ينكا كما وعدا عيدن كقورا ينبو كدب قورا ننكا عيدن كيسي واسو ودي واسو ودي سيدي اللي سلسو سعودة افغانستان والا اسكلا دماغا باكستان بال اسكلا صعدا باكستان بال اسكلا صعدا ماضي سند بل سلتقي نهر سند وبيغان باكستان مرة سند مرة أيو يمي جلال الدين يعيدا كيسي وطا دون يبو واي داني كوته رقينا يسهلاشا مرة دي دون يلو وايو مالو قد باني چرين جنكس خاننا وقت اسكمالو من تولنا مفورا عيدنا مبوبين عيدك لنا ملاينين عيدا كان بو كدبا چراه جنكس خان و جلال الدين مال بو الله هدلي عيدمو درتي دنيا لو دون دنيا هنتي لوغو مغنا ايو جنكس خان سو غاد waxay noqotay in la isgalo haatan dani waa dagaal ku tahe wala isu jilib dhiga maanti koowaad baa la isgalay wala isku madhay maalin labaad baa la isgalay wala isku maaday maana saddexaad baa la isgalay wala is xasuuqay لما كله تجين تقال كي وقت كذا هل كامر كي مرة يسوع أو مسلمين تين الضد بدن كردن تي قال دين الضد بدن كردن تي مسلمين تارجي وحيو جامين أي ملك خان كي شلا يسكو هيين حوله دون أي حولا هل كم كردن تي ما عرفن حولي لقو كله تجي حبل جماعة عرين ملك خان هل كاسب كوبحي مالين أفراد دي دقالكو وحن نغضي لبدي عيدان با إن دي مشادو كوب بداتي أولا كلا يرق قرطوه وبالله يسون نستون نواليبا وحي سيو ديب سكو ضيينو يسو حبايو هدنا دا وقت جي لغو تشيرو ولبدي عيدان كلا يرد دالين وقول دك دك ننا قاعدي كري وايي ونن والبدك تدي قلو دراي ونن والبا جراحات كيسي وحي سيو هقاچي سنيو انتي تال لغو تشيري أي دون يهي يمادين جلال الدين عيدا كيسي مركا ورهرتي وابيكو كطلا بي دون يهينا حقا ششوك حي جنكس خان مركا كان عيدا كيسي وحكو صوت الله بيا محايا لكن ما الذي حدث ما حدث عي مركا كان أول دولة الخوارزمية كونفورتي دا ننكر يعيدا مدي ساچوغا مسلمين تي حقا هوسا چوكتي ويبد بادي مسلمين تي حقا سريچرتي iyaga way nagi ka soo warranay warkoodi
هاتن مسلمين تي حقه هو سكر تي عيد مدودي وبيجا سند بيك طلابه وحاس قصوا هري جنكس خان يعيد كيسي إيوه ما تدي مسلمين تي مقالوا إن كي مسلمين تي وحيان عيدا كودا بينين جنكس خان مركا دبو صار نغضي مركو دبو صار نغضينا وحو بلابي كو مقالة دي كوواد اللي قد شبيهينو قبطوه غزنة غزنو يمي غزنة وحو لاسي ما يدولك وحيد دات شوغي واقو ماضي وحيد داركو تالي واد دميي وحو البواب بابيي ابن الأثير رحمة الله عليه مركو تعليقين يا وحليه وحو كتا قيبو يدي خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس ويدا سو استعمالية مقالة دا وحو كبحي جنكس خان iyadoo dunsan ciidana ku nooleyn meel la degay baan u ekeyn hore ayuu uga socday meel dhexaba markuu marayo Jalaaluddin ciyaalkiisa iyo reerkiisa iyo guur ayuu hela waa qabtayna waa bireeyay boorkan sind ka talaabay nahru sind aabihii baddee waa tii la qabtay hooyadii iyo ciyaalkiisii barigu baxsaday kana markuu baxsaday waxa la qabtay intuu dhalay dhegta dhiigga loo daray iyana waa la bireeyay haddaan iska soo koobo warka waanan waxba akhrinin wixii muslim la laayee dambe Genghis Khan afghanistan oo dhan buu qabsaday afghanistan waa dhulka ugu istaraatiijisan caalamka islaamka bay ka mid tahay waa dhul bay dhahdaan koreeya buuraleeya ninka qabsada jayna uu ku duuli karo indiya uu ku duuli karo ciraaq iyo xaqa uu ku duuli karo qawqaas uu ku duuli karo waa eeshiya halka laga xukumo bay dhahdaan eeshiya halka aad ka xukunto haddaad afghanistan qabsato Raashiya waa duuli China waa duuli India waa duuli Iraq iyo Iran waa duuli dhan kasta waa duuli kartaa bay dhahaan wuxuu isku hubsaday inuu qabsado meesha Afghanistan la yiraahdo waddanka kani wuxuu ku caan ahaa dad degan oo dagaalyahana oo caynkana laakiin ciidamadoodii labada goor jabiyay iyana warkoodii waa soo mar Genghis Khan hadda gacantiisa waxa ku jira waddankii la odhan jiray Mongolia, China, Korea, Myanmar waxa barigaas oo dhan soo tiri Nepal wixii xaggaa lagu sheegi jiray oo dhan soo tiri uu soo wada qabsaday kadibna Turkmenistan, Afghanistan, Iran inteeda bari inta ugu badan leh Azerbaijan, Armenia, Georgia inta hal sano ku qabta taariikhiyahanadu nin meel duulo waa la arko qabsaday laakiin waddan intaa leeg taariikhda wax hal sano ku qabta ma soo marin horena looma hayo dibna looma hayo intuu dilay taariikhda ma soo marin lama hayo magaalooyinka intuu ku dilay qof wax intuu magaalo qabto intaa ku dila dadku laayay hal sano bini aadam intaasoo dada dila lama hayo walaa second world war dagaal labaad ee dunyada iyo ku koray ku hal sanadood intuu qof ku dilay وقد جرى لهؤلاء تتر ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه فهذه طائفة تخرج من حدود الصين ولا تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينيا ويجاورون العراق من ناحية همدان وتالله لا أشك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة فإنه سينكرها ويستبعدها ابن الأثير وحليه قال هذا تموحى ودعيب يلوحى بن آدم هر الله وأرك تاريخ ظهرنا لغو مغلطة دمنا لغو أرك بولي لما أرك بولي كوحي يروين تاي چينك صوبح ده هل سنقو دهيت إلا أرمين يكو قبصته بحر الأسود يا غير كده أرمينيا كجدة إلى أي عراق أنت كده حلا قبصة لما أرك بوري
كما شكي سنبو يري وحنا نقرا يقفك اخريا وقت جوجين الدبدا دي مادة انو اورن دونا بو يري وحنا وخرافات كما شكي سنبو لي انا سوان تاغنا وان قريا كو دمبسين انا رميسن دونين انو كما شكي سنبو تلمامايا ان سو كوبنو وحا سو غلي سنادكي 618 هجريه ده تتاركي دي بو سو نوقدي ماشي ادربيجان لا يداهدو قبصدي مقال المسلمين تا الى هاينا مراغ لا يداهدو سو غلي تاريخي هنا دو حيدان مقاله تن مركه كان غبد با كتلينيسي او مسلم غبدو تليسو مقاله اسي غبدو كتلينيسي بو سو غلي دبيتنا منجنيقيو منجنيق و مدافع دي واغا جرتي و با لوغو غورو دغحنتا او لوغو تورو دبكا او لوغو تورو غاس يا وخا قرحينتا لا اسكو ريدو لوغو تورو يعني مدفعو انتانو نوقون كبارودو قرحيسا وحان جيري مد فرسما كلا قرحيسو وخ تورا مركا منجنيق اهان جيري واغا مدافع دي جرتا منجنيق يدو ودغتاي منجنيق دا وخا كلو لو استعمالي جيري احجارتا واوينه دربيدان قلعدا لوغو دومينيا لوغو توري جيري منجنيقيو حداي دبيتنا واد دوميي مقالة دينا وقف صلاة بشي سفر أفر تيدي بالا إذا سيداد اللح بقولي سيداد يتبانكي أي أيوة مقالة دانا قبطي عدد يولا هابو مري رقينا والا يحولي يوحينا واقاطي دمر كي عرورتينا ولا فرح مي ابن الأثير مركو تاريخ دا كورما يوحو شاقا وحيدي داد كورما وحي شاقا dadka siday u niyad jabeen buu ka warramaya ninta taar inta ku soo baxo 100 muslim oo meel fadhiyeen oo idaada dhaqaaqina iswada taaga oo la iswada taaga buu leeyahay oo midba mar madaxa ka jaro waxay taariikhiga hanadu sheegeen buu leeyahay inay gabadhi ku soo baxda rag muslimina ay tiraada istaagtaaga oo iyadu layso dewa mareekanka aad arkay suunay magaalaga baqayo istaagtaaga haddii la yiraahdo وين لي استكتاجا واحد دعي دتك باقيه قالي وحو قاري حد تطار كالي دادو رق قو دابا كدر الدمر كودا سي وحو لا يال او رق يا الدمر يا وحو البلغة بقو تطار شاكتا تطار كو مركا كان راني يدول كاكسو تخلص يا افغانستان يا ارمينيا يا اذربيجان يا باكستان يدول كاسو دا في تركمانستان دي يغا هذا الكود دا وحمركا كان جوغا جزيره دا ينو ويرا جزيره دا وحو يقانن انت بدن ان لبدا وبي عراق مره دحدودا وعراق وقويغيدا وقويغا عراق وحو اسكو داينو اربيليا ويشان مكا اكراد دغنت اربيل انو ويرارو هي موصل عراق وقوي هذا لبعض مقالة بقر كي هردي الناصر لدين الله الأورنجري وبقر هذا يقول لي تام مسلمين تصام ركما ده حكومة بغداد أيام مركا كان مغلي وقوي جي عراق لنا صاق علي دولة الخوارزمية أنت اللي تمي وفر حسنا وهي دولة الخوارزمية على بيها عراق الله ينا يبي هاي مركا يسوق وفر حسنا هاتا بقى صاق علي وايو عراق وغوي ويدي بو مرايا نكي أربيل يبا الله مرايا محي إيا موصل وحيسكو دينو عيدما مسلمين أوروريو ودواقي مسلمين تهصاب أحدو عيدما سمييي نن كم دا سراكيشي مسلمين تيمركا تشوكتي مظفر الدين ليدا هدو مظفر الدين أيا عيدا كي لو دي بي إما ساو مالين سام بغر كري عيدا كي سوكيني بقر كده ما عيدا كبادي دون السداد بقولون نبو صاهر بين هذين الخلافة العباسية الناصر لدين الله سداد بقول أي صاهر سداد بقول بلودي بمثفر الدين ولا يدي بالأربيل تتارك كهرتك سداد بقولون مثفر الدين وحقاقي سي عيدا نبو صاهر حيستي أربيل أقال كده ميري هيدي ويمي wararkii baa iskaaday inay muslimiintii soo baxday ayuu Genghis Khan loo sheegay ciidamadiisii al-khilaafa al-abbasiyya wa magaad weyn oo 500 iyo dheerad sanadood jiray hadda waxaynu joognaa maxay 618 hijriyada aan idinka warramaya waxaanay bilaabmeen 600 iyo 230
هجرية ذا يسوع بلابين يعني بقول يدور يصدق كي هجرية ذا إلا لح بقول يدور يتبقى شن قرني دولة سوشرتي ويان والدولة الدنيا ذا دعلة ذا قاعدي والدولة أقانت الدنيا ذا هجامين شرتي والدولة الأولى أبي كطي وهي هو أنت يشارد وين الدنيا ذا كعبسطه لكن عيدا سداد بقول أي ولا طه وحكو حساب تمي جنكس خان مركا إن سداد بقول يا وحنا لشيء يا خد عينيتي تكتيكي ملترينيت هاي أو أنت يارين تي هذا الله بقى عرر الدانو ده فخ عينك يو هنا وكل عيدانو ده بتنا وحقا عن صدق إنه حرب استنزاف قاله إنه مواجهة قالين الخلافة بقى هدا تاجن ده أول دولة الخوارزمية بقى الآن والخلافة العباسية ودولة دي مسلمة ورد من هوست جيي أرنكو سفوت دوح لو قالي كرماها سيدا أوجد تتركي وحي قو آن صدين حرب استنزاف كله فوق دقاق يا باب يا كل بمال لقلا يا بقى قلين يا باب كائن لقلا لكن أنا عيدا ككن لواجهن إيه إنه صمايا محيا أحلاف يا اتفاقيات يا هشيسيو يا قاشامبور دوني دا إنه الله سوى هشيو قاشامبور صوصا ما يستو سخلافة دا مركا لوقو دا ديوله كدب قلت خلافة دا إلهي ما مركا كان بدباديو دي بالوغا نغضي حمدان يا حقا صوكعي حمدان بو عكت سيمريي أردو المقالة اللي راه دو عكت سيمريي وحي ودن كاسين لاين كربو سين لاي إلهي وكقاري مقالة دا تبريز اللي راه دو تبريز وهراء يمادين وحي يمادين وقتي قبو بقى وبرف قرد عيو دبيتنا ننكي بغر كي مركا هيستينا وحسيه وحوغا حولا يدر يلا عقيو بلن بولا قلين تودي بقاتينا وكو يسكتكي وحا هيستي أوزبك بن البلهوان نكي نكو تلمامين وننخبر يا عبابي كشاقان تاريخي هندو الآن ووقتي جوجو في عين هاي ده بلن كان أول بمو أقولن وحي سكوت ديان مركا هاتة إن وير الرسمية مقالة كو قادان لكن مقالة دي نوي سبدا شيء انتي وحق بصدي شمس الدين الطغراء إن اللي ورين شري وي تاريخي أنا ذي ده دام وحا هانن أدون كيسي آخر دي سبب فهمية نيكا كان مركو ماشي قف صدي مقالة دي سيو ديار قروبي عيدا موسى ماستي وديار قروبي إنك استو تطاركو عيدا آدو بدن يدولة دالاقا ودبقا ييهين لكن وحكو تلقى لي دي كل اللي بواد دمان يساي أدو سي جيدا حد دمان ماشي أن من كان يدعي بيد دين ما يان مركا هدات راعدان وكدلي هدات غالان تاني وكدلي هدو البواد دمان إنو اسكود دايا إنو اسدفاعه أيوكو تلقى لي إن جهاد بو إعلان صدي dad kiba la xamaase galiyay culimadii ba dhawaaqday magaalada qalcadeedii aswaartii darbiyadii ku waraagsanaa iyo wixii ba la hagaajiyay dhufaysyadii godadka la qotay waa loo diyaar garoobay tatarkii way soo taageen waxay maqleen meeshan in jihad ka eelaansan yahay kadib waxay dhahaan raalli ahaada iska sii noolaada oo ka talaabeen may u jeesanin waxay u kaceen magaalo kale oo kamida magaalooyinkaasi meeshan ku yaalay Balqan la yiraahdo waa Iran magaalo ku taalayna Ramadaan lix boqol iyo siddeed iyo tobankii bay soo galeen iyadana cagtay Maryan Ibn al-Athir wuxuu leeyahay kaanuu yashquuna butuuna al-hubala wa yaqtuluuna al-ajinna وكانوا يرتكبون الفاحشة مع النساء ثم يقتلونهم وحوت الماما يا مقالة دان مركي قبتين المها أورك كتشرة حتى ويدي لين بولي تبريز زوجها تمي سمرك أركينا سعودا فين تان يربع لسكا عرب بربري المها أورك كتشرة حتى ويدي لين بولي كوا أورك لأورك كسر ردين الجنة دوالاين دمرك رجو ده هرتو ده كفر حمايين كدبنا واللهين حوله وابوبين فرس ما دي أي قانين وصو صعدين كنجة مقال الله يده ده يمادين رير كنجة لكن يقول سيدي رير تبريس باستيارية جهاد كي كتلا قاله تتارك وحي مغلين هل كان الجهاد باكا إعلان سن سين نبض هذا يده حقا لك دافين وكتلا به
wuxuu tagay markaa xagga sare ayay u kaceen wadannadan raashiya dhulkan muslimiinta u iminka weli gumaysto daagistaan bay galeen cagtay mariyeen shiishaan bay galeen cagtay mariyeen raashiyay bilaabeen inay dagaalka ku sii qaadaan webigan foolga la yidhaahdo iyo agagaarkiisoo attract markii ay degi jirtay galeen foolgayana cagta mariyeen dadkii degganaa sanadkii sanadkaa ku xigay 619-kii waxay gacanta ku dhigeen sanadkaasi markuu soo galay oo tataarku marka kan ay gacantooda ku jira dowla alkhawarizmiya dhammaantood kazakhstan kirgistan tajikistan uzbekistan turkmanistan bagistan oo laga reebo gobolka yare karmaan la yidhaahdo afghanistan eraan oo laga reebo xuduudda yar ee galbeed oo ay taif alismaaciliya degantay azerbaijan armenia georgia iyo raashiya galbeedkeeda intaasay marayaan intaasay hadda gacanta ku hayaan 620 markay taariikhdu maraysay si aa u fahamtaan muslimiintani maxay u daateen raqib sarjani fi kitaabi afar xaadiu sheegayaa uu leeyahay afartan haddaa ila fahamtaan dadkani waxay u burburayeen waa garanaysaan buu yidhi xaadiada koowaad wuxuu leeyahay tataarku raashiyay galeen dagaaladii raashiya ay ku wadeen markay meel dhex marayaan taa'ifa bulgaariyiin la yidhaahdo maaha bulgaarkan waa bulgaariyiin raasheena markay halkaa marayeen ayay qabaailka bulgaariyiintu soo jebiyeen tataarkii markay soo jebiyeen jab aada u fool xunna ku dhacay waa baxru ghazwiin galbeedkeeda baa la yidhaahdaa dabeetana jabkaasi wuxuu la soo dhaafay in shiishaan iyo daagistaan iyo azerbaijan iyo waxaasoo dhammi gacantooda ay ka soo baxaan nimankii tataarka la odhan jiray raashiya qayb ka mida baa jab xoogan u geysatay wuxuu keenay markaa dhulkii ay qabsadeen iyo wixii oo dhammi inay burburaan oo xooggii tataarku u gilgilmo laakiin muslimiintu marka kan maxay sameeyeen markii qolo kale u soo jebisay iyagu maxay yeeleen kow waxay dhahdaan armenia muslimiintii boqoradii joogi jiray boqor ka mid ah ayaa ciidan diyaariyey duulimaad isagu wuxuu ku qaaday bay yidhaahdeen kurj kurjigu waa georgia doctor raqib wuxuu leeyahay waxaan ku macnayn karaa waxa kani alxawal siyaasi buu yidhi xawalku waxa weeyaan dadkan indhuhu xanuunku ku dhacee markaa indhuhu ay iska soo horjeestaan yacni xagga siyaasadda buu leeyahy waxbaba arki maayaan waayo muslim qaybtiisii galbeed oo dhan bari oo dhan tataar baa haysta dowladdii tataarkana qayb ka midaa la soo jebiyey way jilicsan tahay halkuu tataarka kaga duuli lahaa ayuu qolo kristan oo kaleoo meel iska joogto waddan kale oo weliba iyaguna tataarka dhibtiisa dhadhamiyo tataarku ay hore georgia horay u galeen oo mushkiladu qabsatay halkuu ama kuwan xilfi wadaag uu iska ilaalinaya la geli lahaa ama at least heshiis uu iskala geli lahaa iyaga dhaafi lahaa uu focuska saari lahaa dowladda weyn ay ishayaan ayuu intuu tataarka ka jeesto meel kale isku taagay dagaalo badan oo caalamul islaam ka socda noocaasay u egyihin waxa muhimkaaba arki maayo wax yaroo kalunbaaba u muuqda meel yaroo kalunbay dadkani ku wareersan yihiin oo dagaalkoodi iyo qorigoodi iyo waxoodo dhan usoo jira waa xawal siyaasiya waa dadka oo aan bislaanin aragtidooda siyaasiga aanay bislayn aan kala garanaynin maxaa see loo kala horaysiya qofka khabiirka ahi ahdaaftiisu waa inay taabuur ku jirta waa inay kala dambeeyaan hadafkaaga ugu dambeeya ka ugu horeeya haddaad kala garan weydo waa mushkilad ninka kani wuxuu hoos imanayay boqorkii la odhan jiray alashraf ibnu muusa alcaadil ee jasiirada ka telinaya waqooyiga ciraaq ka telinaya buu hoos imanayay dabeetana duulimaad xaggaas uu sii qaaday idan waa xikmad darro caskariya waa ru'yo siyaasi oo qaldan labadii kooxood waa isku madheen kristanka iyo muslimka ahaa markii naftu iskaga baxdayna heshiis baa la wada galay waraysteyna ah waa goorma labaduba tataarka iska dhicin kari lahaayeen laakiin markay labadiiba naftu iskaga baxday ayay heshiis wada galeen kaasi waa dhacdada koowaad uu tilmaamaya wuxuu leeyahay dadkani say u fakerayaan ma rabaa inay la garataan dhacdada labaad uu tilmaamaya waxa weeyaan tataarku markii ay jabeen gobollada eeraan gudaheeda waxaa ka soo baxay nin cusub oo odaygii hore boqorka meesha ka ahaan jiray caruurtiisii ka mid ah jalaaldiinkii maaha
ونن غياث الدين لا يراه ده وجلال الدين كا إنديا وطلابه ولاليين كاسا وحقب صدي مدينة الري إسبهان يمالهاسي وحقب صدي كونفورتا يا قلبات كا إيران مركا لغا ريبا خراسان تي ساري ودولة عصوبة صباي سانتي ولكن إنا نودالي ودقي محمد الخوارزمي وهقامين أيوه لكن والدولة أتليست تطارك يا خلاف العباسية نحدود كتشرته سيدو فكري الناصر لدين الله يجي بغداد هيستي خليف عباسي خوارزمين تعلبة هاي وحشر والله وكوا مرة لبات صور نغطي خوارزمين تي هل كو كيف فكري لها تطارك سيدادة بغلا ننو هلاي قار كاقا قدبن بأل لك يعني هل كو كورا لها أيو حكا فكري كوحدا هدي حوغيسته ودولة يرى عصوبة ما يستهدي سوح وقيسته إن الخلافة دي سي خطر قطعي أركتي استراتيجية مرنا بكو مفكرين وحب بلابي مركا دولة يرى عصوبة مسلم كيسا ما يستهدي سيدو خلخل قليل لها دبتنا قرال وحو لسمي غياث الدين كننو أبتياه ولا دا إغان طائسي وأبتيق الرمى وحو أبتيو يهي كان دولة سما يستهدي ونن سياسي أو هنغوري سياسي ذا ديرا هيا أبو حدود لسمي ولي ما شخ الخالي نن كان وضع انقلابنا أذان رمينا الدولة دا قبصته تاقرنا وانكسينا يا ما شا سادو خلخالي نسا خلخالي كان يوم مركا هربا هنغوري سياسي هيا لكن دا يرا عبسنا يا يو نن كان دبا سعودي أيا يمكا إلا خلافة دي با أصول لبالي سيا وحي سكود دا يا مركا إنو سنا عيدما أررصدا وحسما يستوى واكنو markii dambana ciidan baabu sameystay ciisiyan bu sameeyay isagii baba muslimiinta ku bilaabay weerar oo dhul gooyay iyo qaadcu tariiqnimo iyo waxba bilaabay muslimka boobka ila dawladdu rabay inuu khalkhal galiye waan nimankii tataarku ku habsaday eemka raashi iyo xogaa alla ka keenay tataarka jabiyan halka iyagu is urursan lahayeen tataarka la isku wada dari lahaa ilaa iyo mongoliya lagaga celin lahaa ayaa waxa markan ba bilaabay in iyagu sirriixriixaan oo maxay دولة نمدا كينو أوغادي غياث الدين كينا عيدا بوصا مايستي وال صبحي لبادي كو حوض با اسكو تشاباي كي خلافة دو تاجر يسيبا لتشبيي إغان طائسيجي لكن واغورما واغور عدد تربى دار المسلمين الدنتي كا عيدا كي سباقي كي كهرينا اذربيجان باي وبحصدين يعني وحن وجتشي دا تصالها نوصاق هذا نيا انو عدايو مسلمين تو إنا يجو يسمى غضانة عدا هاي سطى يقال كم كسر دولي وحن بين أنا يركنين بقر يرى ولي ما ينسلي كم كوجو حيجة نفط كهر قدام ما يسوى كهر نتو أما ما قالك غبسة من الريح حالة الصد هذا وتلمام يا وحويان وحادثة ابن الله ثربة ورانا يه حادثة غريبة لم يوجد مثلها بيوري ابن الأثير بوح عليه ودعدة غريبة وأن يضعك على العرق دعدة أني محي شيء قيسة وحي شيء قيسة قال دي كرجين تهيدا الكرج جورجيا بغرطوية دي با قبر قبصتي كريستاني قبر دي بغرطوية دي قبصتي أياد دبع دي إني قرسته دبتنا تشورجيا غير كيدي وحي كوي دي عيد أبناء الملوكة ما عيد يارقتير وعنطمان أي قرسته دبيتنا ويديد وحما قلي بغركي أكسو الرميي دولة السلاجقة أناضوليين أناضول وتركي جي قديم كها مركا لغار ريبا إسطنبول يا حقا بيزنطيين تو هيستي أناضول دولة السلاجقة باكا تاقنيت سلاجقة دولة دولة إسلامية وحما مركا مضحكا مغيث الدين طغ طغر الشاه وقلج أرسلان كي هرئي معروف كاها أياد علي بغر كاسبا مغلي أرمينيا بغر دي ديني قردون تي دي بيتنو فرين بو دريولي يي وحن ربا إنان كي غينة تقرسته بغر داني كريستيان تيجي دا متعاسب بكوا هيدو حي تري باهي ومقبنو إنان صما إنان مسلمة إنان قرسنا باهي ومقبنو وحيد هديبا أدقبل سينة قرسته وكو كريستامو بيا هذا ما بقر مسلمة إن أنكو ها كريستامو بقولي لكن شارج يا بقر ده ده قرسته بقر ده النقطة وأقول له بيتري هذا تأقبل إنسان
وحل صادرين البقر والربين الدين تكريستا كاقا تسيو بقرة دو قرسده شارش يو يمي دين تكريستا كو قلي بقرة دي بلو قوريي هل كاسوكو قرسده قياس عالم الإسلام رقي كتلين يمر كاسي دي وفكرية بقرة دي يرو هايستا شارش يا مملكة داير هايستا إن أي قردون تهيبو إنن كيسا كريستا نوغدي قيا بقرة داني ودن بايا هايستا إنا يرى مسلم وكريستام وبيد تيسي بك بحينان وحما كنترنين واسكا قرانيسا إسكا جوغي ومي دكتاقين واسكا تمطا ناوي حان جوغي جيبو يدو شاكا برالي دالا بحباي كنتره ميدا دون كيسيا دوميه ما شاكا شغيري ميدا ميدا يابو قوي مو سرير تيسي سارا دابتنا واسكا يرى حان حاناتي وحولي وحانا دا دين ويدو ما واحي كنتره أما سيدا كوچوغ أما واد أركي دون تا واحد كوكو دعا وابو اسكا يرى عريسي عيتر هلا قبطو ألا مسافرية ميل قارة هلو حدو ألا كحيي ميل قارة هلو حدو نين كالينا و اسكا قرستي اسنال قاسو كو حدنا وابو غركي إنن كيسي غير أنا الدولة لو دري إنو قبدا كريستان كاها قرسدو يعني حديثة داني محي تلماميسا وحي تلماميسا سيدي ماديين ونغدين دات كان مسلمين تا هي عقائد الرميسيين انت اي تمر لك تا هي دات كاسين ربناين اي مركا عالم الاسلامي مركا كان وحكا دعيا وايس كسيو كوبيا وقت قوار دماد من فليا ان كستانا موسى وراغدي سيو لهاينين لح بغولي كوبيا لباتن مركا تاريخ دو مريسي وحدبو بلابمي غياث الدين نكي لورين شراي نكسا ورني دولة دير عصوب آساسي منطقة فارس اللي ده انت هذا بدن بو غفصدي وحاكو صواب بحي ننكال سعد الدين ابن الدكلا اللي ده ده بيتنا نحضو دي بي اسكت دلين داد بدن باكو كالر دنتي أخيرا وحي نغطى غياث الدين إنو ماشي وصحوك بطن كرو سعد الدين لير الريح كرو وركاسي سيغو تاغن ومسلمين تساني سور الله ينسو أيا تطار كينا صدح كنا أسكري فارس وصدرين مدينة الري بي صوبا بيين ساوا بي صوبا بيين قمتن أرانتو أي دقين بي بابيين قاشان مغالا لأي دهدي بابيين همدان بي سو بابيين فرسما دو دي بي دي بسو عليين واسد احنانين جنك خسخان بي اتغاني يغو نباد غبا وايا لما دي عيدان اي رأي ميش شوغ يغا استيليا غياث الدين يا سعد الدين يغا استيليا طايفة يرو صد احكورنا مقالو ينك اي ترتريسا واي سي ودا ليح بقول يا لبي الله باتن تاريخ دو مركا يمريسي ايا ديب وحاوسو اهم بابري جلال الدين كي واديغا سندكا طلابي انديا وطلابي انديا الدولة غوريين ليدا دو مسلمين با دقن اسكو مانا يفعنين جلال الدين كان لكن انو حقا اسكا واجه ابو تطاركا كدور بضي كدبو ديبو غصو طلابي وبيغا سند انا لكا كوچوشي نمرا دو احمد صوفر استغل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقتي قلنا عرنا أودت وكحنا رالنا هذا الموضوع محاضرة سدحادي موضوع عن تطارك ما أنت نجوت إن شاء الله ولا الله وحنا وبيسين